اولى مره على الهواء كنت وانا مذيع، كانت في الراديو في اذاعه شباب رياضه، برنامج كان اسمه جول اف ام، قبل كوره اف ام كان جول اف ام، ومش عارف كان عندي ثقه غريبه كده، ما كنتش خايف من الموضوع او راهب الموضوع او الموقف يعني، وكانت هايله يعني. انا بدات في 2008 في بطوله امم افريقيا في 2008، بدات بدايه قويه جدا، وحتى بعد كده يعني كنت بادئ بشكل مؤقت، بعد شهر من الشغل بعد بطوله افريقيا 2008 عملوا لي عقد وثبتوني، فكانت بدايتي كويسه جدا خصوصا في اذاعه شباب الرياضه الراديو يعني. الموسم اللي فات مختلف عن الموسم ده، الموسم اللي احنا فيه ده اللي هو 2021 2022 ده موسم صعب جدا، ان الزمالك اتعرض لمشاكل كتير قوي، تغيير مجالس ادارات، رحيل حتى كارتيرون وتولي فيريرا، ايقاف القيد، ما كانش الزمالك قادر يجيب لعيبه في الموسم الحالي طبعا القيد، دي كلها ظروف صعبه جدا، كان يعني خلت الناس كلها ما حدش يتوقع ان الزمالك ياخد دوري. فانا شايف ان الموسم ده موسم مميز جدا للزمالك، وشايف ان في نقطه تحول من ساعه ما الزمالك تعاقد مع فيريرا، عمل سيستم في الفرقه، خلى النادي الزمالك دايما كان عنده نجوم، ممكن شويه ما يبقاش اللعب الجماعي غالب على اداء الفريق، فلما فيريرا عمل سيستم وبقى الزمالك مهما افتقد اي لعيب ما بيتاثرش معاه، في سيستم في الملعب، بن شرقي بيمشي الزمالك ما بيتاثرش، مصطفى فتحي بيمشي الزمالك ما بيتاثرش، يعني رحيل لعيبه كتير او طارق حامد مش موجود، ابو جبل مش موجود، الزمالك بقى عنده شكل جماعي، صعد مجموعه من الشباب زي حسام عبد المجيد و سيد نيمار وسيف جعفر ويوسف أسامة نبي وحسام يعني ومحمد طارق، خمسة دخلوا في وقت صعب جدا. فالزمالك طبعا مع إدارة النادي، رئيس النادي وإدارة النادي وأمير مرتضى المشرف على الفرقة يعني برضو عملوا وفروا كل الإمكانيات، والسنة دي ما كانش فيه تدخلات في شغل الراجل، كانوا سايبينه يشتغل براحته، كابتن أسامة نبي وكابتن أحمد عبد المقصود وكابتن أيمن طاهر الجهاز المصري اللي موجود مع فيريرا، الناس كلها اشتغلت بشكل كويس، اللعيبة كمان مش عايز أنسى دور اللعيبة، اللعيبة قاتلت بشكل كبير جدا. والزمالك السنة دي في لو جبت مثلا ست أسماء كده، بداية من عواد الونش، إمام عاشور، أحمد سيد، زيزو، سيف الجزيري، شيكابالا كان مؤثر جدا، وحتى لو هو ما بيبدأش كان بينزل يبقى مؤثر جدا في ماتشات كتير. فانا شايف ان كل العناصر دي اشتغلت كويس قوي، الاداره مع اللعيبه مع الجهاز الفني عملوا التابلو اللي احنا شفناه او النجاح اللي احنا شفناه، بالاضافه لجمهور الزمالك طبعا، الحاجه العظيمه جدا ان هم جمهور الزمالك كمان في ميزه ان مهما الفريق مثلا ما بيكسبش او بيخسر بطوله وتلاقي الفريق الجمهور متمسك بالفرقه اكتر ورا الفرقه اكتر، فالعناصر دي كلها كل واحد اشتغل كويس قوي، بالاضافه طبعا الى سوء مستوى الاهلي، إن كان المنافسة يعني منعدمة السنة دي، كان الأهلي بعد خسارة أفريقيا موسيماني مشي وحصل تغييرات في الأجهزة الفنية ومش عارف إيه، وإصابات كتير واللعيبة ما كانش في مستواها، وكان في إحباط في الأهلي بعد خسارة أفريقيا، فكل ده ساهم في فوز الزمالك، بس طبعا العناصر أنا قلتها إن الزمالك نفسه اشتغل على نفسه كويس جدا يعني. وأول مرة بصراحة أنتقد الأهلي إدارياً، يمكن دايماً إحنا أنا دايماً حتى في برنامجي أو في حياتي الشخصية بشيد بإدارة النادي الأهلي دايماً، سواء كان قبل كده المهندس محمود طاهر أو كابتن صالح سليم أو كابتن محمود الخطيب، يمكن السنة دي شوية حصل شوية لخبطة إدارية وقرارات ما كانتش في وقتها، طبعاً خسارة الأهلي اللقب الأفريقي ده كان سبب كبير جدا ان في تراجع في اداء النادي الاهلي، ان كان طبعا النادي الاهلي كله بيشتغل ان هو عايز ياخد البطوله الثالثه افريقيا على التوالي، فبعد خساره افريقيا بدا يبقى في احباط، بدات العلاقه تسوء ما بين الاهلي وجماهير الاهلي وموسيماني، فموسيماني مشي في وقت حساس جدا، حصل اصابات كتيره جدا، الاهلي برضو خد قرارات غلط، ان بعد ما موسيماني مشي كان لازم سامي قمصاني يكمل الموسم كمدير فني للنادي الاهلي، ان طبعا بعد كده جابوا ريكاردو سواريش، ريكاردو سواريش راجل ما اشتغلش في مصر خالص قبل كده، ما بيمسك فرق صغيرة في البرتغال، ما سيستم بتاعه وطريقة تفكيره مش نفس سيستم النادي الأهلي، فالدنيا وقعت منه بالإضافة للإصابات، ففي أسباب كتير بس أهمها خسارة اللقب الأفريقي، أسباب كتير لتراجع أداء الأهلي، خسارة اللقب الأفريقي عمل إحباط زي ما قلت لك، ورحيل موسيماني في توقيت حاسم في الدوري، وخطأ التعاقد مع ريكاردو سواريش وعدم الإبقاء على سامي قمصان خلى الدنيا يعني شوية في الأهلي تبقى مش مظبوطة يعني. أفتكر موقف بعد ماتش إيطاليا في كأس العالم للقارات، في
كنت انا بغطي المباراه دي، وهو كان طبعا ايطاليا كانت بطله العالم وكان فرقه جامده جدا، بيرلو بوفون وكاتوس يعني فرقه جامده جدا، كل اللعيبه وكانافارو فرقه كانت جامده جدا وكان بطل العالم، واحنا بنلعبهم في جنوب افريقيا وكسبنا ايطاليا 1-0 بهدف محمد حمص. فبعد المباراه كده كان هو خارج وانا بقى نازل من المدرجات، فرحت جاري عليه نطط على ظهره كده عايز احتفل معاه وكده، فهو جاله مزق في ظهره بسبب يعني، بس طبعا يعني تحمل على نفسه وكان مبسوط جدا احنا كنا كسبنا ايطاليا يعني، وعملنا مباراه تاريخيه المباراه اللي حمص جاب فيها هدف الفوز. فدي ابسط حاجه، لكن في مواقف كتير يعني، في مواقف كتير مع كابتن حسن شحاته طبعا والدي يعني.